السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. إن شاء الله اليوم موضوعنا ضمن أبليكيشن أو تطبيقات الجي آي إس، كيفية استخراج شيب فايل لمدينة معينة ضمن شيب فايل دولة كاملة أو قارة أو anything. إحنا اليوم إذا عندنا متوفر شيب فايل لمدينة كاملة أو لدولة كاملة country، وأنا أحتاج مثلاً شيب فايل فقط هذه المدينة، العمل اللي خاص عندي يتضمن هذه المدينة أياً كان العمل، هو عبارة عن applications, hydrology, دراسات remote sensing, machine learning، أياً كان المهم أنه أنت احتاجت shape file فقط هذه المدينة. فكيف أنا أستخرج shape file مدينة معينة من shape file دولة أو shape file أكبر من عنده يضم هذه المدن بداخله؟ هسه راح نجي نتعلم هذه الخطوة. أول شيء أنت بعد ما تضيف الطبقة على الجي آي إس من البنل الخاص بها تروح تختار، طبعا تفعل الفيتشر اذا تريد تفعل الليبل فيتشر حتى انه يظهر لك كل مكان شنو اسمه، تروح على اوبن اتريبيوت تيبل، تمام، اوبن اتريبيوت تيبل. بعد ذلك تدخل من الجانب بالناد تقول له سيلكت باي اتريبيوت، سيلكت باي اتريبيوت، هنا نختار باي طريقه احنا سيلكت باي اتريبيوت، كرييت نيو سيلكشن. مثلا راح اختار انا عن طريق هذا اختار فد مدينه معينه انا اريد يعني اعمل لها اكسبورت، يعني مثلا هاي مدينة الساحلين، اوكي. بعد ذلك اقول له اوكي مدينة الساحلين هاي اللي اختاريتها انا، اقول اوكي، اروح على نفس البنل على نفس الخيار البنل، اعمل من هنا بروبرتيز، اقول له داتا اكسبورت داتا، استخرج لي البيانات. هسه راح اخرجها، يقول لي سيلكتد فيتشرز، لو شنو اللي راح تخرجه انت، تمام. هسه احنا اختارت الفيتشرز كله، اقدر هسه هنا اعمل سويتش للسلكشن، اختار فقط اللي احتاجه انا اذا اردتهم كلهم، تمام عيني. لكن اذا انا اريد يعني بوليجون واحد، يعني شيب فايل مدينه واحده، لا على التعيين، هسه انا راح اختار شيب فايل مدينه واحده احتاجها، ممكن maybe this، هذه المدينه اختاريتها منها، تمام، اختاريتها بسهوله، هاي اختاريتها. بعد ما اختارها منها المدينه المعينه شنو اعمل؟ اروح لي نفس البنل اللي اختاريتها من عنده موجود منها بالجانب، اقول له اكسبورت، اكسبورت. ايش راح يعطيك خيارات؟ يقول لك اكسبورت all features لو اللي انت سلكتد اللي عملت له فقط سلكتد، راح اقول له فقط اللي عملت له سلكتد. اختار مكان الخزن الخاص بي، تمام عيني، مكان الخزن وين اختاره، يعني اللي راح يعمل لي اكسبورت خاص بالمنطقه، انطيها اسم، راح اسميها باسم المدينه، سميتها باسم المدينة، راح يطلع لي بامتداد شيب فايل، اقول له اوكي، تمام عيني. هسه بعد ذلك نقول له ايضا اوكي، او تقدر انت اصلا تلقائيا منا تختار تسوي له فولدر جديد، حتى انه كونكت فولدر او كرييت نيو فولدر، هنا راح اسيفها، تمام عيني، اقول له اوكي، راح يعمل لك اكسبورت. دو يو وانت؟ اوكي يس نو بروبلم. هسه نغلق الاتريبيوت تيبل، تمام، نرجع على نفس الملف ايضا اغلقه الرئيسي هذا، هذه هي مدينه ساحلين، صارت بالكامل عندك الشيب فايل الخاص بها، وتقدر انت تتحكم به وتستخدمه في اي مكان معين انه انت تحتاجه به. هذا هي محاضرتنا لهذا اليوم ضمن مهارات والسكيل بالجي اي اس، كيف استخرج شيب فايل معين لمدينه معينه، وايضا اقدر اخرج الاسم اللي خاص بها، اقدر اخرج الاسم اللي خاص بها بسهوله. يعني هنا أنا مثلا اقول للداتا اقدر العفو يعني الفيتشرز ليبل فيتشرز يعطيك اسمها، تمام. هذه هي محاضرتنا لهذا اليوم، اذا عندكم اي سؤال او استفسار بخصوص مهارات السكيل الخاصه ضمن تطبيقات الابلكيشن والجي اي اس تقدروا تراسلونا على القناه ان شاء الله، ونحاول نعمل لكم باي فقره تحتاجونها فيديو. نلتقي بكم ان شاء الله على محاضرة.